اخوانكم من السودان بجذب الحطب. كيف بتجذبوه بالسودان يا اخي؟ يا اخي بالخرطوم كيف بتجذبوه؟ بالخرطوم كيف بتزموه؟ ايش بتجذبوه؟ والله اللي يفتح قناتك يتوك علينا. لا لا يا راجل، وينك يا راجل؟ قلت انا جاي الان عشان اجيب. يا اخ يا اخ يا اخ يا اخ عثمان 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 ها هاي شوف انت يا نجار 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 ابعوني ابعوني نجار ها اقول ابو البراء ابو البراء محمد الشرفة كله حينزل على اليوتيوب يا شرفة تلاقيش كله كله ايوه بدو يعمي بدو يعمي بدو يعمي هذا وبس هذول هذول الذكيين ولا هذول تعال هني تعال هني يا ولد تعال هني يا ولد تعال هني هني ودي اياك تيجي هني هني ما ودي هني يا ولد شوف طريق اعطونا طلع علي اعطونا طلع علي هاي 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 القائد العام ابو عاطف ابو عاطف القائد العام و بدنا نخبط ببعض ايوه ابو البراء وجهك بحكي لي ابو البراء ابو البراء ابو البراء حبيبي